السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة افتتاح مجموعة بدرة للزراعة المنزلية، فأنا كنهديكم هذا الفيديو اللي غادي ندوي فيه على الزراعة المنزلية في الأصوص في السطح ديالي، وغادي نوريكم اشنو زرع في المحابق او لا في الاصوص اللي عندي هنا في السطح. كاينين دي فيديو قدام اللي فيهم اشياء اخرى، مثلا الطماطم اللي كانت عندي والجن ديالها، لكن هذا هو هديه لمجموعه بذره لتعليم الزراعة المنزلية. وفي نفس الوقت تقدروا تلقاوه في لاشين ديالي، في القناة ديالي حميد ايتنبرغ زراعة الأسطح. إذن هذه الفاصوليا كما كتب لكم الفاصوليا ولا اللوبيا، نحن في المغرب كنسميوها اللوبيا. الزراعة ديالها فهي سهلة، فأنا عندي هذا المحبق كما غادي يبان لكم أصيص طيني. كنهز الزريعة أو الحبات ديال الفاصوليا، كنحاول نحفر، ومن بعد كنحط الحبة ديال الفاصوليا كنسقيها وكنقابلها حتى كتنوض. كنحاول ما أمكن أنني نحافظ عليها من الطيور، يعني بشبكة ولا بشي حاجة اللي كنغطيها بها حتى كتنبت. بالنسبة للتربة اللي أنا عندي هنا فهي خليط من تربة ديال الحديقة والطيرو، وفي نفس الوقت كنحاول ما أمكن أني ديما نجعلها غنية. كيفاش كنجعلها غنية هاد التربة؟ فكاين هو روت، مرة كنخلط معها روت الغنم، وفي نفس الوقت ديك المخلفات ديال يعني النباتات اللي كنقطع ولا شي حاجه فانا ما كنرميهاش، كنحاول باش نلوحها هنا كما غادي يبان لكم بحال هكا. فهاد المخلفات ولا هاد النباتات اللي كنحيدها، ولا هاد النباتات اللي كتكون بالنسبه للبعض كتكون نباتات ضاره، فانا ملي كنحيدها كنحاول نخليها هنا، فهي من بعد هي اللي كتولي سماد وكتولي يعني غذاء للنبته ديالي. اذا هذا بالنسبه للفاصوليا، غادي تبان لكم بان راه دايره الازهار ديالها، يعني ان شاء الله من هنا واحد اسبوع غادي يبان لنا بان راه يعني راه اخرجت يعني الغله ديالها. عندي هذه شجره ديال الجوافه اللي ما بقاش فيها بزاف، غادي نشوف، غادي نحاول ما امكن، ما عرف واش كتبان ولا لا. كاينه وحده حبه وحده، ها هي كاينه وحده اخرى هنا، كنعتقد هي وحده هنا سقطت في الارض، يعني تسقطت طاحت. كما غادي يبان لكم بان في ديما هنا في التربه يعني في الارض ديال الاصيص، فانا كنغرس الثومه في الاوقات ديال الثومه، يعني الثوم. عندي الانواع ديال الفلفل الحار، انا غنوريكم واحد فلفله ولا فلفله باش نهضر شويه بالدارجه وشيئا ما بالعربيه الفصحى. هذه فلفل حار، هذا نوع، هذا نوع اخر الفلفل الحار، ها هو نوع اخر. عندي هذه الشجره ديال التين، هي في أصيص. هذا الدنجال ولا الباذنجان، حتى هو مزروع أصيص، القطيفة ولا الغنباز، حنا بالنسبة لينا كنسميوه الغنباز. هذا الثوم، الثوم كيتزرع أوائل شهر 10 يعني أكتوبر.
ولا حتى الان حتى دابا يعني راه ممكن يتزرع، ماشي مشكل، باقي الحال، باقي الحال ممكن تزرعوا. ممكن تشوفوا الفيديو اللي انا كنت حطيت في القناه ديالي على زراعه الثوم. هذا الفلفل نوع اخر، غادي يبان لكم. هذا فلفل حتى هو حار، هو خليط ما بين فلفل زينه، فلفل يعني تزيين، و والفلفل الحار معروف، لالويفيرا، لالويفيرا هي هذه سيت، هذه لالويفيرا كما كنشرح السي توفيق في القناه ديالو على الانواع ديال الالويفيرا ديال لي زالوي، واللي من ضمنها الالويفيرا. فالالويفيرا هي هذه اللي كيكون فيها هاد النقاط البيضين كما كيبان لكم، وكيكون الراس ديالها متجه للامام يعني الافق. هيا تبان لكم هنا، نحاول باش نقرب. هذه الشجره ديال الرمان، هذا شماريخ ديال الالويفيرا يعني الازهار ديال الالويفيرا، نوع يعني الالويفيرا اخرى، محبق اخر، اكليل الجبل ولا اليزير، كنبات يعني عطري وطبي. هذه الكمكوات، كمكوات فانا كنت خديتها شتله، فانا كنصح الناس اللي كيبغوا باش يزرعوا من البذره يعني جميع انواع الحمضيات، فمن الاحسن انكم تشريو شتله مطعمه واللي تعطي بسرعه وفي نفس الوقت تعطي انتاج مزيان. طيب مثلا هذه غادي يبان لكم هنا بان هنا فين مطعمه، ما عرفتش كيبان ولا لا. هذه كذلك لوبيا ولا فاصوليا، غنحاول باش نشوف واش تقدر تبان ولا لا. اذا هذه هي اللوبيا ولا الفاصوليا، هذه الجلبانه، شجره ديال الزيتون دائما في محبق، نوع اخر من الفلفل، هذا نوع اخر، ها هو نوع اخر. طماطم، باقي عندي واحد شويه ديال الطماطم لان فات الوقيته ديالها. هذه الشيبه ما عرفتش شنو كتسميوها عندكم، الشيبه. هذه مخينزه، مخينزه شجره ديال البرقوق، فانا درت ليها التقليم. هذه شجره ديال المشمش، شجره ديال التيناخر، دائما الثوم، شجره ديال الخوخ، يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال الاشجار. كاين اللي كيهم اللي غادي نبغي نوريكم هو الانواع ديال الفلفل، فكاين هذا النوع هذا كما غادي يبان لكم هنا، هذا نوع اخر، غادي يبان لكم ها هو نوع اخر. هذا نوع ديال الفلفل، غنحاول بامكان باش يبان، لان كيبان لي بان ما كاينش الشمس. ها هي نوع ديال الفلفل، هنا كنت غرس الجزر، ها هو كيبان لكم هنا، في نفس الوقت كاين الفاصوليا، كاين الفجل، الفجل. هاد الأوراق هادو هما ديال القطط الحلوة، فهاد القطط الحلوة فأنا غنحاول ما أمكن أني ننزعها اليوم، غنحاول أنني ننزعها، نحيدها، باش نخلي النباتات الأخرى، نخلي لهم المكان. هادي القرع، فأنا حاولت باش نلقحها، غادي نشرح لكم. فهادي وردة،
ذكر يعني مال، وهذه فمال انثى. هذه يبان لكم فيها بان ثلاثه خارجين فيها واحد، ثلاثه ديال الوريضات، وهذه خارجه فيها وحده. فانا هذه نزعتها وكنحاول نجي ونلقح بهذه الطريقه، كنلقح يدويا مانيالمون. هو التلقيح كيقدر يكون بالحشرات يعني بالنحل ولا بداك اللي كيقولوا ليه الدبوس ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن انا فضلت بانني نلقحها يدويا. هذه القرح اللي غنشوفو ان شاء الله، هذه من بعد غادي نوري لكم التصور ديالي الا كبرات، فهمتي؟ لان لقيت ملي ما كتلقحش كتموت. مثال ها هو قدام عينيكم، فهي ما تلقحش. اذا شنو اخر غادي نوريكم؟ هاد الشجره ديال نوع اخر ديال الجوافه. عندي هنا شويه يعني الحديقه ديالي ولا السطح ديالي شويه مرون، غنحاول باش ننقيه. هذا الليمون بالنسبه لينا حنا كنقولوا ليه الحمض. طماطم باقا كاينه، هادي لا مورزانو، طماط مورزانو، شجره ديال الخوخ، داليه ديال العنب، باش كتقد سميتو. هذا نوع ديال الحمضيات، كنقولوا لي حنا اللين، ها هو، فهو حلو، كيبقى بنفس اللون ديال الليمون ولكن كيكون حلو. شجرة عادية، هذه الأوركاريا، غنحاول باش نوريها لكم، فهي كبيرة جدا، وهي محبق فوق أصيل. هاهي الأوركاريا، أيوا الجهنمية، الأبيض والأحمر، سيفرفوي، أفوكا. هاد الشجرة هادي ما كنعرف السمية ديالها، ما نقولكمش أي حاجة. وهادو الورود، عندي إن شاء الله غادي نحاول ما أمكن إن شاء الله نوجد الأرض ونقاد هادشي باش نزرع إن شاء الله الطماطم في الوقت ديالها. فأنا حاليا هادشي علاش أنا مخلي الزرع السطح يعني بهذه الطريقة، حيت إن شاء الله غادي نعاود نقاد كلشي من جديد باش ندير طماطم من بزاف ديال الأنواع. هادي سيمب، هادي الالويفيرا كيما كتبان لكم، هادي الالويفيرا اخرى، افوكا، والخريف راه كيبان بان راه كاين الخريف في الصح ديالي، التأثير ديال الخريف. هادي هذا نبات عطري، كنشربو يعني كنقولو ليه لويزا الميريكان، هو لا سيترونيل، ما عرفتش شنو كيتسمى بالعربيه الفصحى، فهمتي؟ من الا كانوا الاخوان يعطوني الاسم ديالو. وهذا مكان، وكنشكركم. اذا كان شي سؤال ولا شي حاجه، انا في الانتظار ديال الاسئله ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.